خلينا نروح لملعب النادي الاهلي في ملعب التتش في النادي الاهلي وزميلنا محمد توفيق اللي يمكن تابع الدقائق الاولى من تمرينه النادي الاهلي نطمن منه على عوده الفريق للتدريبات واستعداده لمباراه ام بي يوم الثلاث اللي جايه. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. ثلاث محطات مهمه جدا، مهمه لسببين، واحد انك تحافظ على صداقه. انا بشوف الثلاث ماتشات دول مهمين يا محمد لانه فوزنا بيهم يبعدنا بشكل كبير جدا عن كل الفرق القريبه منا ويساهم في فكره انه الاهلي يفنش الدوري بدري بدري ان شاء الله، ده يساعدنا ان شاء الله في استعدادنا للموسم اللي جاي. اثنين هم المرحله الاخيره او مرحله الاعداد الحقيقيه لمواجهه الوداد الاولى ان شاء الله في القاهره يوم 4. نطمن على عودة الفريق للتدريبات واطمن منك كمان تطمننا على حالة المصابين أو اللي كانوا مستبعدين لأسباب فنية في الفترة الأخيرة. في البدايه انا بتفق معاك 100% زميل عزيز احمد في اهميه هذه الثلاث مباريات زي ما انت قلت، هتخلينا نبعد كتير جدا. الحمد لله انت ما زلت متربع على صداره الدوري الممتاز برغم انك لاعب ست مباريات اقل من كل منافسينك، فالحمد لله دي حاجه كويسه جدا. ما بالك بقى باذن الله 9 نقاط جديده تضاف لرصيدك، اعتقد لغايه لما نخلص بقى بطوله افريقيا ونرجع تاني للدوري اعتقد هيكونوا عاملين معانا فرق كبير جدا. وزي ما انت قلت اهميه حسم بطوله الدوري مبكرا دي حاجه مهمه جدا، خاصه انك عندك موسم طويل جدا وشاق جدا الموسم المقبل باذن الله، عندك اكثر من بطوله اهمهم طبعا بطوله السوبر الافريقي المستحدثه، فهتبقى محتاج كويس جدا انك مخلص بدري الدوري، مجرب اكبر عدد من اللعيبه، ملعب اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب على مدار الموسم تشوفها كمان في نهايه الموسم، ده هيخدم الجهاز الفني كتير انه يعني يحسم زي ما بيقولوا القائمه بتاعه الموسم الجديد. نرجع بقى لمرجوعنا وقدر النادي الاهلي وان كل يوم عندك بطوله جديده يا احمد، يعني خلاص بتصعد لمباراه دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي زي ما انت قلت، اعتقد فخر لمصر كلها مش بس جمهور النادي الاهلي ان مصر زي ما انت قلت موجوده في نهائي دوري ابطال افريقيا، يعني بتتكلم 6 مرات من اخر 7 سنوات والرابعه على التوالي، اعتقد ده انجاز كبير جدا يحسب اولا واخيرا للكره المصريه، ان النادي الاهلي زي ما احنا عارفين نادي وطني ومهمته الاولى هو امداد كل المنتخبات الوطنيه في مختلف الالعاب بالبطولات، وانت زي ما انت شايف النادي الاهلي الحمد لله مشرف مصر في كل الرياضات مش بس كره القدم. طبعا الجهاز الفني كان كلامه مع اللعيبه ان احنا خلاص قفلنا نهائيا صفحه نهائي دوري ابطال افريقيا، عندنا 3 مباريات زي ما انت قلت مهمين جدا في عمر المسابقه وفي توقيتها، يمكن الفريق على طول النهارده خد بس يوم واحد اجازه بعد مباراه الترجي، امبارح كانت الاجازه، النهارده على طول الفريق بيرجع للتدريبات، يمكن اول حاجه كمان مستر كولر كان عامل محاضره للاعبين اتكلم فيها في كل الكلام اللي احنا بنقوله ده يا احمد، اهميه هذه الـ3 مباريات، اهميه غلق المحل يعني الملف الافريقي بشكل مؤقت والتركيز في الدوري، لاهميه هذه المباريات في عمر الدوري وحسم المنافسه، كمان كان في كلام فني كتير جدا عن اهميه المرحله ومواجهه الفريق ولعبه في الفتره اللي فاتت واسلوب لعبه وهل في اخطاء او لا اللاعبين، ده كله الجهاز الفني اتكلم فيه، كمان اتكلم عن الفتره المقبله ومنافس امبي على المنافس الاهلي القادم اللي هو امبي ان شاء الله، المباراه المكرره ان شاء الله 9:30 مساء على استاد القاهره في اطار مباراه الجوله 29 من الدوري العام، كل الفريق على طول نزل للمران في ملعب مختار التتش هنا بالجزيره يا احمد، يمكن اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا يعني المباراه الفتره اللي فاتت زي ما انت عارف كان في ماتش ودني ما بينهم وما بين ناشئ النادي الاهلي عشان ياخدوا برضه حمل تدريبي كبير جدا، اللعيبه اللي موجودين في ماتش الترجي الحمد لله كلهم النهارده اتدربوا بشكل كامل مع الجهاز الفني ومع باقي اللاعبين، يمكن بس النهارده محمد عبد المنعم حسين الشحات كهربا اللي فضل الجهاز الفني ان هم ياخدوا بعض التدريبات الاستشفائيه، هم من الناحيه الطبيه لائقين تماما ولكن ده يعني الجهاز الفني شاف ان هو ريحهم خاصه ان هم شاركوا بصفه مستمره خلال الفتره اللي فاتت، لكن الحمد لله بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي ان هم يعني من الناحيه الطبيه هم سلام بنسبه 100%. محمد الشناوي كمان اللي بيأدي برنامجه الاستشفائي والعلاجي من اصابه السمانه كان ادى تدريبه النهارده وكان موجود مع زملائه بيأزرهم من على دكه البدلاء، كمان يمكن ظهور النهارده لكريم فؤاد واحد من نجوم الفريق اللي غاب لفتره طويله نظرا للاصابه، الحمد لله طمنت منه من دكتور احمد ابو عبله حالته مطمئنه جدا ماشي في برنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل اكثر من رائع، سواء هو واكرم توفيق يمكن بيتمنوا اتكلمت معاهم يعني بيتمنوا بشكل كبير جدا ان هم يكونوا موجودين في اقرب فرصه مع الفريق ويكونوا دعم لزملائهم باذن الله فيما هو قادم من مباريات ومن بطولات مقدمه مقبل عليها النادي الاهلي باذن الله. زي ما انت قلت يا احمد اهميه المباريات كمان انت عندك زي ما بتقول مش بس مباراه امبي، انت عندك بعد كده طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا يمكن بتتكلم في 3 مباريات خلال 10 ايام او اقل كمان 8 ايام بالظبط خلال بعدهم على طول نهائي دوري ابطال افريقيا، اكيد الجهاز الفني بيتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المباريات، اللعيبه اللي هتشارك، اللعيبه اللي هيتم راحتها في بعض المباريات، طبعا انت عارف لازم هيحصل روتيشن خلال هذه الـ3 مباريات نظرا انك انت بتتكلم اخر مباراه ليك هتبقى سيراميكا كليوباترا هيبقى يوم الاثنين، الحد اللي بعده على طول مباراه الوداد اللي بنتمنى بالطبع توفيق اللعيبه فيها وان شاء الله يكون البطوله الـ11 من نصيب النادي الاهلي. الاجواء هنا زي ما
بقول لك اكثر من رائعه. يمكن زي ما انت بتتكلم بقى وبعض الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي، الاجواء رائعه سواء الجهاز الفني او اللاعبين بشكل عام الحمد لله، يعني اجواء تحس منها يا احمد ان دي اجواء بطوله، وباذن الله ان احنا قريبين من بطوله، واعتقد انها اغلى بطوله على كل جمهور النادي الاهلي، وهي دوري ابطال افريقيا باذن الله رب العالمين. صحيح. وفريق ما تنساش برده يا محمد انه يعني فريق محقق العلامه الكامله الموسم ده، نجح بكل المقاييس. مستر وي فيتوريا خد مع الفرقه دي كل الالقاب او كل البطولات اللي دخلوا في المنافسه عليها، بدانا بالزمالك في بطوله السوبر، ثم كان الكاس في مواجهه بيراميدز، ثم سوبر تاني على حساب بيراميدز. فبالتالي العلامه الكامله دي بالتاكيد، وانت رايح نهائي دوري ابطال بالتاكيد الحاله المعنويه زي ما بيقول كده فواتح شهيه لبطوله او اللقب الاغلى ان شاء الله، لقب دوري الابطال. بالطبع يا احمد، يمكن ده زي ما قلت لك الجهاز الفني، اللاعبين بيتكلموا على طول باحاديثهم او في كمان في الاجتماعات الفنيه والمحاضرات اللي قبل المباراه او قبل التدريبات بيتكلموا في نفس الكلام دوت. يمكن سبحان الله اللي بيتكلم فيه جمهور النادي الاهلي دايما الجمهور الواعي، الجمهور الحقيقي للنادي الاهلي، هتلاقي دايما الجهاز الفني واللاعبين بيتكلموا فيه عن اهميه البطوله. انت بتتكلم الحمد لله موسم اكثر من رائع، ان شاء الله يتم على خير زي ما انت قلت. البدايه على طول كانت اثنين سوبر، مش سوبر واحد بس، سوبر على الزمالك وسوبر على بيراميدز، وكمان بطوله كاس مصر ان شاء الله تكمل ببطوله الدوري، يبقى الدوري 43، وتكمل كمان ببطوله دوري ابطال افريقيا، تبقى البطوله 11، تروح كاس العالم للمره الرابعه التوالي يا احمد، ده حاجه مهمه جدا. كمان انت واحد من المدعوين او من كبار القوم زي ما بقول، وانت كبير افريقيا مدعو لبطوله السوبر الافريقي اللي هتقام لاول مره، اعتقد دي كلها انجازات. ممكن يكون ده مش عاجب البعض يا احمد، واكيد ده باين جدا، انت بتتكلم الناس كلها بتتكلم عن النادي الاهلي وفخوره بالنادي الاهلي حتى من غير المصريين، ده الطبيعي، والمصري الطبيعي لازم يكون فخور بالنادي الاهلي، فريق بيحقق كل هذه الانجازات، بيرفع اسم مصر في كل البطولات مش بس كوره، لا ده انت كمان انت بتتكلم كمان على سبيل بقى معلش هنتطرق لبعض شويه بره الكوره، انت فريق اليد كمان عندك يا احمد لعب السوبر كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت لكره اليد، موجود كمان للعام الثاني على التوالي في كاس العالم للانديه. عندك فريق الباسكت محقق امبارح يعني اداء اكثر من رائع، وصعد للبطوله يعني في بطوله افريقيا لكره السله للدور قبل النهائي. اعتقد يعني لازم نبقى فخورين ان احنا اهلاويه، وكل حد بينتمي للنادي الاهلي او حتى المصري يا احمد يكون فخور بانجازات النادي الاهلي والانجازات اللي حققها على الواقع. انت بتتكلم في 23 لعبه الحمد لله انت رقم واحد فيهم، اعتقد ده صعب جدا، يعني بنشوف انديه كتيره جدا على مستوى العالم هو متميز في رياضه واحده بس يا احمد واخد الرياده فيها، لكن انت بتتكلم في فريق واخد الرياده في بلده وقررته في 23 يعني لعبه، انت بتتكلم من اول تنس الطاوله، كاراتيه، كل الالعاب الفرديه، كمان بتتكلم في كل الالعاب الجماعيه. صحيح. انت على مستوى اليد واخد ثلاث بطولات محليه، هو الموسم واخد ده بطوله محمد كمان السوبر وراح كاس عالم انديه، موسم استثنائي الحقيقه، نجح فيه الاهلي في التفوق في كل الالعاب والرياضات الحقيقه، بطولات الاهلي لا تعد ولا تحصى الموسم ده، وده استمرار لمسيره ناجحه، وإدارة الحقيقة بتخطط وبتعرف تحدد أهدافها كويس جدا، وبتعرف تحط الطرق وتساعد الأجهزة الفنية واللعيبة بتاعتها. كل من يرتدي تيشرت النادي الأهلي وشعار النادي الأهلي عارف كويس جدا طريق البطولة، وبإذن الله إن شاء الله يكون موسم من أنجح المواسم. بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز محمد توفيق من داخل نادي الأهلي في الجزيرة.